أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب قررت في اجتماع عقدته أول أمس الاثنين 17 غشت 2021 وضع عبد الصمد حكر نائب عمدة مدينة الدار البيضاء على رأس لائحة المصباح في الانتخابات التشريعية بدائرة أنفا بالدار البيضاء. وجاءت تزكية حكر بعد اعتذار بسيمة الحقاوي أو ما قيل عن اعتذارها، وهي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سابقا عن الترشح، كما جرى تعويض نائب عمدة مدينة الدار البيضاء بالأخضر حماد على رأس لائحة حزب المصباح بأنفا فيما يخص انتخابات مجلس جهة الدار البيضاء السطات. وحسب مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية فإن الأمانة العامة للبيجيدي كانت قد زكت بسيمة الحقاوي وكيلة للائحة المصباح بأنفا خلال اجتماع لم تحضره قبل أن تقدم اعتذارها، معتبرة أن عودتها إلى البرلمان بعد أن قضت فيه ولايتين اثنتين وأن شغلها لمنصب وزيرة لولايتين لن تشكل أي إضافة أو قيمة مضافة. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.